أهلا أهلا، وما أقدر أقول وصفة جديدة لأن سبق وسويناها كذا مرة وبكذا طريقة. اليوم راح نعيد الطريقة الأصلية لأهل القصيم والنعم بالكل. يلا نبدأ. لأن بنستخدمه بوصفتنا اللي احنا نسميه القرصان الرطب، الناس يسمونها المراهيف، كل له اسمه. ممكن تستخدمينه بالخبز، انت تخبزينه بالبيت اللي هو خبزة البر، بس بتصير ثقيلة سواء بالفرن او على المعدة. هذه أنا أشوف إن المراهيف هذه هي أفضل شيء وأسهل بالشغل. راح أطويها إلى نصفين وبعدين أقصها من الوسط وأخذ الجزء الأول، يعني أخذت نصه بالضبط، نص الدائرة بالضبط. بكل سهولة وبكل بساطة عندي هنا تمر خلاص، وكل ما كان التمر جيد وكان المراهيف والقرصان حقتك جيدة طلعت النتيجة طبعا جيدة. يكون منزوع النوى ونرصه بهالشكل بشكل طولي إلى نهاية القرص. في قاعدة عندنا، أنت تحبين البر قللي التمر، تحبين التمر أكثر كثري تمر وقللي البر، يعني ممكن أنك تضعفين كمية التمر. والآن نطويها وبشكل رول، يعني كأنك تطوين شاورما بهالشكل، وما عليك من شكلها لأنها بالنهاية تبي تنفرم. بوريكم طريقة يتبعها البعض، يقصصها كذا إلى قطع مرة صغيرة ويحط فيها تقريبا من حبتين إلى 3 حبات تمر، ونفس الشيء يقفلها ويبرمها رول. أحس إنها تستهلك الوقت والجهد، ما في داعي، الكبار أسرع ونفس النتيجة بالنهاية. الحين عندي حليب ويكون حار، مو لازم يكون طبخ طبخ بس يكون يميل للحرارة أكثر. راح أغطس فيه الرولات وأخليها تقريبا 3 إلى 4 5 دقائق، وأحاول إني أقلبها بحيث إنها تتشرب وتلين. بكمل كل الكمية وأرجع لكم. القرصان أو المراهيف تشربت الحليب والتمر، لا نبي نبدأ الآن نفرمها. الآن شو بسوي؟ لو تلاحظون إن الفرمة خشنة راح أبدل الشفرات وأحط الفرمة الناعمة بفرمة واحدة بس تطلع لي مرة ناعم، وهو الحنيني الأصلي حقنا. خلصنا من الفرم، الطريقة تراها جدا سهلة، لا ترتاعون منه، كل اللي بيقدر يضبطه بإذن الله. خلصت من الفرم، حطيت على نار جدا هادية وحطيت الحديدة مثل ما انتم شايفين. الآن لكم الخيار، تبون زبدة تبون سمن والكمية اللي تناسب، يعني كل واحدة وضميرها عاد. وبقلبها شوي وخليها تقريبا 40 دقيقة. نستمر طبعا بتقليب الحلاني بين فترة والثانية، قلت لكم ياخذ إلى 40 دقيقة. بنفس الوقت راح نقشد الزبدة مع شوية تمر، تطلع يا سلام.
شوفوا إذا ما لزق باللهات فهو ما ضبط، علامة الجودة إنه يلزق باللهات، والله يا هو طعام أراهن عليه.